دلوقتي تعالوا نروح سريعا لمدينة شرم الشيخ اللي هنتابع منها آخر الاستعدادات اللي بتتم حاليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المعروف باسم كوب 27 بصحبة زميلنا أحمد الحسيني. أحمد صباح الخير. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا هدير، صباح الخير لمشاهدي، صباح الخير يا مصر من مدينة شرم الشيخ. خليني أبدأ معاكم بأخبار الطقس هنا في مدينة شرم الشيخ. زي ما سمعنا من زميلتنا لميا، وهنا الطقس في شرم الشيخ كالمعتاد في التوقيت ده من كل عام بيكون طقس معتدل دافئ جميل جدا، والمتوقع كمان في شهر نوفمبر في شرم الشيخ ان الطقس هيكون معتدل دافئ بالنهار طبعا، وبيكون معتدل والشمس ساطعة طوال فترات النهار. لو اتكلمنا عن الجديد في اخر الاستعدادات بالنسبة لاستقبال مؤتمر كوب 27 في 6 نوفمبر القادم بإذن الله، هنجد ان محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة تابع امبارح سير عمل الاستعدادات النهائية هنا في مدينة شرم الشيخ من خلال مبنى المجلس الجديد، والمبنى ده بالمناسبة هو مبنى صديق للبيئة. كمان قام اللي هو خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية في عدد من الميادين وعدد من المشروعات اللي بيتم إنجازها، وأعلن أنها هيتم التسليم في خلال أيام في منتصف الشهر الجاري شهر أكتوبر، هيتم تسليم هذه المشروعات بالكامل. وكانت من بين الجولة دي جولة في ميادين كان بيصل عدد الميادين اللي بيتم تطويرها هنا في مدينة شرم الشيخ ل 15 ميدان رئيسي وفرعي، والميادين دي بتتميز بأعمال التشجير والإنارة، وطبعا الإنارة كلها بتكون عن طريق الطاقة الشمسية لأن مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة. لو كلمنا كمان عن استقبال مصر للمؤتمر كوب 27 في 6 نوفمبر القادم، هنجد أن المؤتمر بيكون ليه أهمية خاصة بالذات بعد قمة جلاسكو اللي عقدت في الدورة اللي فاتت من قمة المناخ، وكان فيه التزام كبير جدا من الدول الصناعية الكبرى بخفض الانبعاثات الكربونية، وكمان توفير تعهدات مالية للدول النامية اللي هي أكثر تضررا بسبب التغيرات المناخية، زي ما شفنا مؤخرا في دول إفريقية كان فيها فيضانات. ده طبعا كل ده بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية. المفترض أن في قمة شرم الشيخ هذه الدورة أو السنة دي أو في الشهر القادم بإذن الله هيكون في التزام من الدول الصناعية اللي هي بتعتبر المتسببة أو السبب الرئيسي في الانبعاثات الكربونية وفي الأثار تغيرات المناخية على مستوى العالم كله وعلى مستوى كوكب الأرض. في شرم الشيخ مفروض أنه هيكون في تعهدات بالمبالغ المالية وتنفيذ الاتفاقيات اللي تم توقيعها من قبل، سواء في قمة باريس أو قمة جلاسكو أو غيرها من القمم السابقة لقمة المناخ. بننتظر القمة في شرم الشيخ هنا بفارغ الصبر، والاستعدادات يعني بشكل كبير جدا خلاص تعتبر في اللحظات الأخيرة، والمحافظة بإذن الله تتسلمها في منتصف الشهر أو منتصف هذا الشهر كما أعلن اللواء خالد فودة. إليك مصطفى وهدير في الاستوديو. شكرا لك يا أحمد، ربما يعني أضفت لنا كتير عن كل الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر اللي ربما الحكومة كلها بكافة أجهزتها وزاراتها بتتضافر وبتتسابق من أجل أن احنا نذهب سريعا جدا من أجل هذا الأمر ومن أجل استعداد لإقامة هذا المؤتمر الذي تقيمه الأمم المتحدة في مدينة شرم الشيخ.